الناس نسيت اي نجوم واي حد مشهور وقفت ورا دكاترة الابطال اللي هم خط دفاعنا الاول حاليا، هم دراعنا وحصننا اللي بنتحمي فيه الفترة اللي فاتت. كتير فكروا ايه اهمية التعليم والشهادة، ما انا مش هستفاد حاجة كده كده، لا فلوس ولا منصب ولا شهرة، طلعوني من التعليم خلوني مغني شعبي او لعيب كورة او ليا قناتي على اليوتيوب، فلوسهم كتيرة ومشهورين وحياتهم حلوة. مش عيب، الناس دي نجحت بطريقتها وبفكرها، بس فين النجاح والسعادة لما تعيش حياة عشان ده اللي بيجيب وده اللي بينجز؟ الحقيقي هو انك لما تعيش اللي انت عايزه مش اللي الناس عايزاه هتبقى اسعد بكتير. لو حلمت انك مثلا تكون مهندس بس المجتمع بيجبرك انك تكون حاجة تانية عشان ده اللي بينجز وده اللي بيوصل وده اللي بينجح، بس انت رفضت وحققت اللي نفسك فيه زي ابطالنا النهارده. دكاترة الابطال مهمهمش مين بيوصل ومين ناجح ومين بيعمل ايه، لانهم مهتمين انهم بينقذوا ارواح وانهم فخورين بوظيفتهم ونجاحهم. ولا يا جماعه، التعليم والشهاده حاجه مهمه، عشان لو كانت كل الناس دي فكرت في انها تسيب التعليم عشان ده اللي بيجيب وده اللي بينجز وده اللي بينجح، ما كانش هيبقى عندنا ابطال بنتحمى فيهم النهارده.